صباح الخير. صباح النور. طبعا يعني ما زال من بداية الحرب لغاية الآن انعكاس كل هذه الآراء أو كل هذه المواقف للحكومة الإسرائيلية بمختلف الأشخاص فيها، يعني كما نرى على أرض الواقع أن أعداد الدم في تزايد. عندنا اليوم كان 33 شهيد جديد في غزة وعشرات الإصابات بالقصف على مدينة غزة صباح هذا اليوم، كما امتد القصف لخان يونس ورفح جنوبا مرورا بمخيم المغازي والبريج وسط القطاع. حاليا كل القطاع يعاني يعني من وقع القصف المتواصل من شماله لجنوبه، سواء في الغارات الجوية أو القصف المدفعي للمناطق السكنية المأهولة. وما زال كمان انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا اليوم الرابع على التوالي، معدوم الاتصالات بكل قطاع غزة. تركز يعني آرائهم أو مواقفهم تركزت تحديدا يعني زي ليلة أمس منطقة خان يونس جنوب القطاع شهدت يعني أعنف ليلة في القصف الساعات الفائتة في أحياء المنارة والبطن السمين وسط البلد عفوا وغيرها. وما زالت لغاية الآن تتعرض لقصف عنيف من الطائرات والمدفعية الذي يطال حتى النازحين الذين يلجؤون المنطقة، الذي ادعى جيش الاحتلال أنها إنسانية وآمنة، وكان أيضا يضغط سكان شمال القطاع بالنزوح إليها جنوبا ويتم استهدافهم سواء في مواصي رفح أو خان يونس التي نصب فيها المواطنين خيامهم. الجيش الإسرائيلي يقصف يعني حتى الخيام بالطائرات المسيرة بشكل مباشر ويوقع الشهداء والإصابات، وهذا كله نشهده مع تدهور كل جوانب الحياة في غزة. لا يمكن يعني حصي أو نحصي عدد الدمار أو الخسائر البشرية، ولكن نحاول يعني على القليل القليل نعكس الواقع البشع والقاسي في قطاع غزة. طيب أيضا يعني قبل قليل كما أسلفت بأنه في خبر يتحدث على أنه بني جانتس نزل مع المتظاهرين للتظاهر ضد الحكومة الإسرائيلية من أجل إيجاد حل لإخراج الرهائن، التظاهر ضد حكومة الحرب اللي هو أساسا من حكومة الحرب. ماذا يحدث في الداخل الإسرائيلي؟ الداخل الإسرائيلي يعني أصبح الموضوع أقصى وأعمق، أصبح الشارع الإسرائيلي يعني غير مكترث في رواية حكومة نتنياهو أو في الكذب والوهم اللي عم بيقدمه نتنياهو للشارع الإسرائيلي. عم حتى عم بتظاهر الرهائن السابقة اللي تم الإفراج عنها، لاحظنا في بعض وسائل التواصل الاجتماعي الرهائن السابقة اللي كانت محتجزة لدى المقاومة وتم الإفراج عنها، هي كمان عم تتظاهر في الشارع الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن الرهائن، تحديدا بعد ما كان موقف نتنياهو يعني بشكل أكبر يعني يمضي لاستمرارية الحرب أو حتى يعني التعهد بزيادة قسوتها. طيب نتنياهو كان قد قال بأنه السبب بعدم إدخال المساعدات هو مصر، مصر هي من تمنع دخول المساعدات. كان هذا يمكن من آخر التعليقات حول الجانب الإنساني أو جانب إدخال المساعدات إلى داخل القطاع. كيف ينظر لمجمل الجهود على بإطار الجانب الإنساني في غزة؟ نعم أستاذة نجلاء، أستاذة نجلاء هل تسمعينني؟ صحيح صحيح. بالنهاية نحن نعلم أن سواء كانت الجهود مستمرة لإدخال المساعدات أو محاولات من سواء من طرف الحكومة المصرية أو من أي طرف من أطراف الدول العربية، إلا أن هناك يعني يد الحكومة الإسرائيلية هي المسيطرة على إدخال هذه المساعدات. اتهام مصر في أنها هي المسؤولة عن عدم إدخال المساعدات، هي اتهامات بالأكيد باطلة. إحنا كنا يعني نرى من كان يمنع إدخال المساعدات، من كان حتى قم بتعريض الطواقم اللي كانت عم بتدخل هاي المساعدات للخطر والقصف والإطلاق النار بتجاهها. وأيضا الحكومة المصرية امبارح أعلنت على أو عبرت عن استيائها من هذه الحجج لدى الدولة الإسرائيلية، طالبت بالدولة الإسرائيلية أنها ما تلعب دور الضحية وأنها هي كمان هي الطرف الأكبر بمنع إدخال هاي المساعدات. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من رام الله، الصحفية نجلاء زيتون، شكرا جزيلا لك.